خلص الكلام والحكاية 90 دقيقة في القاهرة نلعب برجولة وحماس ومش عايزين أكتر من كده. نصيحة ليا، خليك ورا منتخب مصر، ما تشجعش لعيب بعينه، ما تشجعش فريق بعينه، احنا منتخب مصر، عشان المنتخب يكسب خليكوا ورا المنتخب، شجعوا المنتخب، خلوا في جمهور تاني للمنتخب زي زمان، ما فيش حد اهم من المنتخب، لا انا ولا غيري ولا اي نادي اصلا مهم اهم من المنتخب. جاي لك يا بطولة بلد الرجولة، قلناها قولة ملايين بصوت واحد بتنادي تحيا وقت الكلام خلص وبقينا مستنيين الافعال من رجاله في الملعب قد المسؤوليه وجهاز فني واثقين فيه وجمهور بيهز جبال مش عايزين غير حماسنا المعتاد والرجوله والاداء والروح اللي بيكسبونا دايما. هم منتخب قوي واحنا لاعبتنا بنظرنا احسن لعيبه في العالم. هنهتف لمصر، هنشجع مصر، وكل الناس بتقول يا رب.